حمة عربية واحدة لا ترسال مكافئة. رفات مسؤولي المكاتب الحزبية والفروع والشعب اللي متغيب من أعضاء الفروع أو المكاتب أو الشعب، الرفيق المسؤول يقوم يقول لنا من اللي متغيب. إذن الكل حاضر. عندنا رفاق مجازين. منو؟ عندنا رفيق خالد رحيم. خالد؟ خالد رحيم. جهاد. مريض خارج العراق. نعم يا رفيق فوزي. طيب نعم رفيق. رفيق احمد العامل شعبتين ومريض. نعم رفيق. نعم رفيق. نعم رفيق. ليش؟ شو اسمهم؟ شنو اسمهم؟ عبد المنعم بادي تمنزل، عبد المنعم حسن تيراني اللي استطاع ان يحتفل بكل تاخر، بعد وهاب محمد. نعم رفيق. ويس فضل الشعبان احتفل بالمجاز. شو اسمه؟ ويس فضل. نعم رفيق. ناصر جبار وشعب التهديد. شو اسمه؟ ناصر جبار. نعم نعم نعم. حازم نعم رفيق راضي. نعم رفيق رسل. نعم. نعم رفيق. طيب رفاق، كان بودنا أن نجتمع وياكم في مناسبة أعياد تموز لكي يقتصر حديثنا على الجوانب المشرقة الكبيرة من ثورتكم ومن حزبكم، وعلى الأخص القيم النبيلة اللي ثبتها في مسيرة حزبكم الأب القائد أحمد حسن البكر.
ولكن من المؤسف حقا أن يكون التقائنا وياكم في مثل هذه المناسبة لا يقتصر الحديث في على هذا الموضوع، وإنما يتعداه إلى الجوانب السلبية والنقاط المظلمة في عقول الخونة والمتآمرين ممن سموا بعثيين ووصلوا إلى مواقع مهمة بحزب البعث العربي الاشتراكي. راح تكون، أنا أعرف أنه راح تكون صدمة نفسية عليكم، وقلنا أنهم يابا حشر القيادة، حشر القيادة مش سويته، أحشر القيادة ليش تأمرتوا فقط؟ إذا عندكم وجهة نظر سياسية خاف احنا على خطأ حتى نسلمكم إياها للقيادة وتوكلون على الله. قالوا لا، ما عندنا وجهة نظر سياسية وإحنا مو متآمرين. طبعا هذا الحكي مال خارج التحقيق، خارج التحقيق راح يشوفون، يروحون يشوفون زملائهم بالقيادة، وما يعني ماكو مشكلة لأنه ما اضطرينا إلى استخدام الوسائل التحقيقية القسرية، لأن كل شيء مكشوف كل شيء. أصبح فيما بعد أيضا علاقة مع محمود جاسم، محمود جاسم رئيس الاتحاد حاليا، كان بديش الفترة ما أتذكر يعني قبل ما يكون رئيس الاتحاد كان عضو مكتب تنفيذي. نعم، محمود جاسم رجل، محمود جاسم رجل رجل بشعارته. محمود جاسم رجب؟ اي نعم موجود. محمود جاسم رجب شوفوا وين يكون موجود. تفاصيل مال الاسماء نعم. هذه بالطريقه التحقيقيه غلط طبعا تعرفون. نعم، لكن ردنا الجهاز الحزبي الكادر يطلع من هنا ما يخطر في بال واحد يشوف هذا كادر، هذا عضو قياده معتقل، يخطر في باله ان ربما الامور على الشبهه. فردنا يجيكم شخص من بينهم يحكيكم التفاصيل بما في ذلك الاسماء اللي هي من الناحيه التحقيقيه اسلوب خاطئ. فانا اشوف نكتفي بهالاسماء، راح اقول بعد ذلك الاسماء الوارده في افادات الجميع ومتفق عليها مره واحده. وتحشي للرفاق اسلوبكم عاد التخطيطي اللي انتقل من كثفتوه مثل ما قلت بفاتك، وشلون وزعت الادوار، وشلون نوقشت الخطه الانقلابيه، وشلون تستغل فتره التخلفل هذه اللي سميتوها، بين لما بدا السيد الرئيس يطرح بشكل ملح على موضوع تخليه من المسؤوليه للاسباب اللي اعلنها فيه خطابه. نعم، وبين استلام صدام حسين لمركز القيادة الأول. نعم، يعني اشرحها للإخوان. نعم، وطبيعي بالمناسبة رفاق أن تبين أنه يعني محمد عايش، ما هي ما عرفت إلا فيما بعد يعني وراء هذا الاجتماع بالضبط، أنه كان محمد عايش علاقة قديمة، علاقة قديمة جدا بالأسد، حتى علاقة شخصية، من كان لاجئ سياسي في سوريا في أواخر 65، فيعرف معرفة شخصية. فنوقش وضع عبد الخالق مستقبلا في حالة بعد معرفة إمكانياتنا والتهيئة يعني الإعداد لانقلاب عسكري، شي يكون موقع وين المجرم عبد الخالق. فصار رأي على اساس يكون المجرم عبد الخالق السامرائي، يكون امين سر قطر
رئيس الدولة، و نائب الأمين العام، لأن كان من ضمن الأمور أيضا اللي بحثت وياها أنه في حالة يعني نجاح الانقلاب العسكري تعلن الوحدة مع سوريا ويكون الرئيس الأسد يكون رئيس الدولة الاتحادية، راح يكون مقرها يعني في بغداد، فيكون عبد الخالق الأمين عام مساعد. نائب أمين عام لو أمين عام مساعد يعني الشخص الثاني أبو عدي، يعني النائب الأمين عام نائب الأمين العام، الشخص الثاني بالدولة الاتحادية ورئيس القطر، رئيس القطر محل. وطرح بالاجتماع يعني ما أتذكر، بس كانوا يعني متحمسين للشغلة، محمد المجرم محمد عايش وعدنان ومحمد محجوب، وطرح أنه المجرم غانم عبد الجليل يكون نائب ميسر القطر. فالحقيقة يعني ما صار اعتراض. نعم، ما صار اعتراض لو ما صار اتفاق. لا يعني ما حد اعترض، يعني ما حد اعترض، يعني من انطرح ما حد اعترض، يعني صار اتفاق يكون نائب من سر القطر. نعم يا رجل، لما تسمون ابو عدي وين ودوا العالم؟ أكبر من أن تقار. أحلام المتآمرين كثيرة، ولكن ثقوا أن واحد منكم يقاتل بتفنقه مو برشاشة سنة دون أن يسلم. فهذه أحلام، لكن احنا نعرف شنو هو حزب البعث العربي الاشتراكي. نعم، جوز أريح لك. نعم.
فبما انه الامكانيه ما متوفره ان يصير تغيير، فصار رأيي يعني بشكل عام انه المحتمل انه السيد الرئيس ربما خلال سنه، فلذلك نحاول قدر الامكان في هذه المرحله قدر الامكان ان يطرح شعار استمرار الرفيق ابو هيثم، استمرار الرفيق ابو هيثم بالمسؤوليه رغم معرفتنا هو يعني منهك. والهدف كان الرئيسي منها طبيعي، الهدف المركزي هو لغرض استبعاد مجيء الرفيق أبو عدي بهالمرحلة لحين تستكمل كل الأمور الأخرى بما فيها الإمكانيات يعني وأشكال الدعم الأخرى. وهذا كانوا الكل حاضرين، يعني الكل حاضرين، فلذلك من صار الاجتماع القيادة القطرية بالنسبة الحقيقة للاجتماع وإصرار الرفيق أبو هيثم على التخلي عن المسؤولية الأولى برغبته، هو الاجتماع كان مفاجئ، بس الصيغة يعني الصيغة أو البديل لها مو مفاجئة بالنسبة لنا باعتبار كان أكو قبلها موقف إجا من خلال تقدير معين أنه الشعار أنه يستمر ويطلب إذا أمكن يطرح شعار إعادة، يطلب من الرفيق أبو هيثم إعادة النظر بموقفه. فلذلك من صار الاجتماع رغم هو بالنسبة لنا ما ندري يعني مفاجئ، بس كان الكل يعني مبلغين. واستبعاد الرفيق أبو عدي، استبعاد الرفيق أبو عدي طبيعي مقصود بحد ذاته، وهذا بيت يعني توجيه خاص من الأسد مباشرة. وحتى قيل يعني بالمناقشة ليش فذكر ذكر محمد عايش نقلا عن هذا السوري ظافر، وايضا حكى عدنان قال لكون الرفيق ابو عدي انسان يعني صعب النراس، يعني فسرناه في وقت النور الرفيق ابو عدي يعني ما يتنازل عن المبادئ. فبالنسبه نعم صحيح هذا نعم. وان اذا العكس صار يعني وجود الرفيق ابو عدي، بس قبل ما يروح محي عندي حكاية طبعا من حاولوا يخربون العلاقة بين كل رفيقين مع بعضهم بالقيادة، ومن جملة المحاولات هي محاولة تخريب العلاقة بيني وبين الرفيق ابو هيثم، لكن طبعا هم يدرون انه فشلوا في هذه المهمة فشل مطلق، لان العلاقة بيننا تماما محي. فخذ راحتك، بدال العشرة خونة حزبكم يقدر ينطي اكفأ منهم 100 و300 و400 و1000 واكثر. وبدالهم أيضا العراقيات يقدر أن يلدن ناس أطهار غيرهم، حتى مؤامرة المجرم عبد الخالق ناظم قزار ربما يعني في إعادة تقييم الدروس نقول به بعد تقاليد الحزب وهو يقود الثورة بعدها لم تنضج في ذلك الوقت. أما بعد 11 سنة من النضال، بعد ما يرفع لحزب البعث العربي الاشتراكي رايات في كل العالم
تأشر على صفاء مبادئه وخلقه ومبدئيته وأصالته في النضال من أجل القضايا القومية بعد 11 سنة يظهرون خونة من هذا الطراز، فهذا شيء مؤلم لا يدلل إلا على طبيعة النفسية المخربة الخائنة. طبعا شلون نتصرف ويا الخونة بالنوايا؟ انتو تعرفون شنو اجرانا ويا هيجي خونة، لا شيء غير السيف. اللي راح اقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. طاهر احمد امين، اسماعيل ابراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، سلمان داوود نجرس، وليد صالح محمد، غازي ابراهيم ايوب، غسان مرهون، أحمد إبراهيم صالح، محمد مناف الياسين. اللي يقرأ اسمه يردد شعار الحزب ويغادر القاعة. حسن محمود طاهر، فاتن محي عبد الحسين، بيش هم رايدين يغرون مكيفين يصيرون نواب الحافظ الأسد، مع الأسف مع الأسف هم يريدون يصيرون نواب الحافظ الأسد، واحنا نقول له عين العين ونقول له احنا ما نقبل ان رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لان حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي. رفيق طارق راح يقرأ لكم مقترح الصيغة اللي تطلع عن هذا المؤتمر. فيتفضل رفيق طارق. لولا انحددنا ولمع الحي ليموت، عقد الاجتماع الموسع للمؤتمر القطري والكادر المتقدم وقيادات الشعب اجتماعا استثنائيا في 22 تموز 1979 في قاعة الخلد في بغداد، وقد ترأس الاجتماع الرفيق صدام حسين أمين سر القطر، وحضره الرفاق أعضاء القيادة القطرية. وقد استمع المجتمعون إلى اعترافات المجرم الخائن محي عبد الحسين التي كشف فيها المؤامرة الجبانة والغادرة ضد الحزب والثورة، والتي خطط لها وشارك فيها منذ عدة سنوات عدد من المجرمين الخونة من أعضاء القيادة سابقا، وهم المجرمين محمد عايش وغانم عبد الجليل وعدنان حسين ومحمد محجوب وبعض الأعضاء في الحزب. إن رفاق المجتمعين وبعد اطلاعهم على هذه الاعترافات الواضحة وعلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها القيادة يعبرون عن تأييدهم المطلق للإجراءات الشجاعة والمبدئية التي اتخذتها القيادة لحماية شرف الحزب ومسيرته الظافرة ومكتسبات الجماهير الثورية ومصالح البلاد العليا. إن المؤتمر القطري الثامن ومعه كل مناضلي الحزب المجتمعين من كادر الحزب المتقدم وقيادات الشعب يقررون طرد الخونة الغادرين والجبناء
محمد عايش يقررون بالإجماع إذا مو أحد من الرفاق يعترض. يقررون بالإجماع طرد الخونة الغادرين والجبناء محمد عايش وغانم عبد الجليل وعدنان حسين ومحمد محجوب ومحي عبد الحسين من القيادة القطرية ومن عضوية الحزب، ويخولون القيادة القطرية طرد كل عضو يثبت ارتباطه بهذه العصابة الخائنة. كما يقرر المجتمعون تخويل القيادة القطرية كافة الصلاحيات الضرورية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الحزب والثورة ومصالح البلاد العليا ولإنزال أقصى العقوبات بحق الخونة المتآمرين. طيب رفاق تعبناكم، بس ما كان ما أظن كانت التعليمات توفي ولا الكتابة توفي في التعرف على هذه المؤامرة الغادرة بالكيفية اللي تعرفتوا بيها من خلال أحدهم من هذا اليوم. فربما يكون لعدد من الرفاق ملاحظات ما أظن يعني الفرصة تتسع إلا إذا رادوا بالرفاق، فإحنا حاضرين. طيب رفيق انطيني اياها ولا تعيد الصيغه جيبها. الرفاق في القياده كان من اكثر الرفاق اللي مكتشف هاي الزمره هو الرفيق طاهر، عشان حتى مرات يثقل عليهم زايد احنا نلومه، يخابرهم بالتلفون يقول لهم ترى تكتلكم مكشوف وتامركم مكشوف، ونطلب منه في انه يتريث في التقييم. ربما رسالة قبل 8 اشهر احنا كنا ما كنا مكتشفين، يجوز ما رادك الرفيق طاهر تفجر ازمة على هالعناصر. وصلت رسالته الأولى عن طريق مكتب أمانة سر القطر، الرسالة الثانية يوم 5 وأكد علي يوم 5/6 أكد علي أنطيت عهد أن أنطيها بيدك، ما صارت لي فرصة، صارت هالتغييرات. قلت له ممكن أن تعيد النظر إذا ما. كان الرفيق علي حسني يذكرني مكتوب عليها يقول بي أفضل أن تقرأ هذه الرسالة تفصيليا. هي هذا رفيق علي من قبل فترة ما قرأتها بس أمامي صلاح السمر والرسالة رفيق أبو عدي تتعلق بغبن صايب للرفيق ليس إلا ما بيها أي لا معلومات خطيرة ولا شيء آخر تتعلق ليش النقل من إيران لهنا ومنو هذه هي يعني مو متوقع ما راح ما أظن أحد من الرفاق يوعدكم أنا ما أوعدكم في أنه ما يجي يوم تصير فقاعة أخرى لكن الشيء الأكيد أنه الشيء اللي أقدر أوعد به باستقرار كامل في العقلية وفي الضمير أن حزبكم سيستمر يتقدم وينتصر باتجاه هدف. ما أرد ألوم القيادة ولا ألوم نفسي ولا أي من يكون، لأن كل ما عملت القيادة صحيح وكل ما راح تعمله أيضا صحيح ومؤمنين بها إيمان مطلق، لكن وجود عبد الخالق السامرائي
هو حي يشتم الهواء. صحيح. اكو عناصر لازم ترجع مره اخرى وتعيد الكره وتعمل على اعاده عبد الخالق السامرائي مره اخرى. فانا ارجو تنبيه او انتباه القياده عفوا مو تنبيه لهذه المساله وضروره ان يحاكم مجددا عبد الخالق السامرائي وضروره ان يعدم عبد الخالق حال عبد الخالق. هو مثل ما حكوا لكم بعد الآن ما نرحم. ما أكتمكم سر إذا ما قلت إنه أنا المسؤول الأول عن بقاء عبد الخالق السامرائي حي. اللي عملته صحيح. وكلها ضمن قيم يعني القيم البعثية هذه. نقول لا أكون خاف أن خسر أن بعثي صغير بسببه. هل بعثي الصغير هذا ما لازم نخسره؟ بس لا قضية أمن الثورة والحزب هي أكبر من أي شيء رفيقة. بس ما كان الحظ يحالفني في أن نشك في حقيقة أنهم متآمرين خونة ضد الحزب ولم يذكر أي سبب سياسي ذو قيمة حتى الآن لأسباب تأمر إلا الاستجرار لبعضهم قبل ما يكون عضو قيادة وبعضهم الآخر بعد ما صار عضو قيادة ضمن أسلوب خاص. قوة أي إيد بما في ذلك إيدي هي من الالتزام بتقاليد الحزب الثوري. ولذلك مثل ما قلت في الكلام اللي حكيته في 17 تموز أي دور مبادر يقوم به الشخص الأول في الحزب وفي الدولة لا ينبغي أن ينسي العمل الجماعي ومبادئ العمل الجماعي لأنها هي الطريق. ما نحتاج إحنا أسلوب ستالين في مواجهة الخونة وإنما نحتاج الأسلوب البعثي في مواجهة الخونة. أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. أشكركم.